كاشف الغطاء وهو أحد العلماء في النجف، أحد كبار العلماء كان، ينقل هذه القضية على ما نقل عنه. يقول: أنا في يوم من الأيام ذهبت إلى تركيا، رحت رأيت مسجد في الطريق، هذا المسجد مكتوب عليه عنوان غريب، ما شايف مثل هذا العنوان في حياتي، مكتوب على هذا المسجد مسجد كأني أكلت وشربت، عنوان غير مفهوم، مو مفهوم معناته، مسجد كأني أكلت وشربت. حقيقة هذه الكلمة إذا تدققون فيها وراء كل عظيم ووراء كل عمل عظيم. الآخرون يأكلون ويشربون، ولكن العظماء كأني قد أكلت وشربت. الآخرون يتمتعون، يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام، ولكن العظماء كأني قد استفدت من متع هذه الحياة. هؤلاء العلماء الذين خلفوا لنا هذا التراث الضخم ما كانت عندهم شهوة النوم، ليش؟ ولكن كانوا يحددون نومهم: أفرض أنني قد نمت، لا ينام إلا بقدر الضرورة. الآخرون ينامون، ولكن هذا يفرض أنه قد نام ويشتغل بعمله. الآخرون ما الذي يعملون؟ يذهبون ويقضون أوقاتهم في الكلام الفارغ، ولكن هذا يقول: أفرض أننا قد فعلنا ذلك لنشتغل بعملنا. الآخرون يبذلون أموالهم هنا وهنالك، ولكن الرجل الفاهم يبني هذا المسجد، يقول: كأني قد فعلت تلك الأشياء، هذا المسجد هو الذي بقي، هذا هو الذي يفهم. يقول: دخلت ذلك المسجد، سألت: شنو معنى هذا العنوان؟ قالوا: في الواقع هذا كان مسجد من قديم موجود، ثم بعد ذلك تهدم هذا المسجد ولم يعد صالحا للاستفادة منه. واحد من المؤمنين، رجل عادي، مو رجل ذو مكنة وذو قدرة، فكر أنه يعمر هذا المسجد، فتكلم مع هذا ومع ذاك ومع ذاك، أغلب الأفراد سلبيين، يقولون: لا ما يصير، ما هي الفائدة؟ ما حد ما استجاب إلى، فكر أنه أنا أقوم بهذا العمل. دقق في برنامج حياته، هاي القضية ينقلها كاشف الغطاء رحمة الله عليه على ما نقل عنه، دقق في حياته: ما الأشياء اللي يمكن أحذفها من حياتي؟ إحنا نصف حياتنا كماليات، لماذا لا نشرك الله في هذه الكماليات؟ موظف عادي يتمكن أن يبني مسجدا، ليش ما يبني مسجد لكن يحذف الزوائد من حياته؟ خلال مدة يبني مسجد، ما يتمكن يبني مسجد يبني حسينية، ما يتمكن يبني مسجد وحسينية يحفر بئرا، كم لهذه البئر من قيمة عند الله؟ ما يتمكن يحفر بئرا يطبع كتابا، ما يتمكن، حتى موظف عادي يتمكن. الإمام الصادق صلوات الله عليه قال لأولئك: أشركوا الله في ثلث أموالكم، فنجى الله أموالهم وأعطاهم بكل درهم 10 دراهم، راجعوا الرواية، نجى الله أموالهم من السراق وأعطاهم بكل درهم 10 دراهم، يعني 10 أضعاف ربحوا. فالإمام قال لهم: دوموا على هذه المعاملة مع الله، أشركوا الله في ثلث أموالكم. فكر أنه يحذف زوائد حياته. بالعام مرة نسافر مثلا مرتين، ماكو داعي مرتين نسافر، مرة واحدة نسافر. هذا الكمال، الأشياء الكمالية حذفها، هذا حذفه، هذا حذفه، يعيش حياة ضرورية. واجتمع من هذا المبلغ كمية عمر بها هذا المسجد. دائما عندما كان يريد يحذف كان يقول: كأني قد سافرت، أفرض أنه أنا الآن سافرت ورجعت من السفر، إذا فرضت يمكن الفرض، كأني قد سافرت.
مو ضروري تسافر مرتين في العام، سافر مرة واحدة في العام. مو ضروري تسافر 10 مرات في العام، سافر 5 مرات في العام. مو ضروري أن تشتري كل الأشياء الكمالية، اشتري نصف الأشياء الكمالية وقل كأني قد فعلت. الآن أنا عدت من السفر كأني قد سافرت. فقال اكتبوا عنوان هذا المسجد كأني قد أكلت وشربت، حتى هذا العنوان يكون محفز للناس. الحقيقة احنا ما عدنا إلا وقت قصير، وبغمضة عين ينتهي هذا الوقت. والسعيد هو الذي خلف أثرا في هذه الحياة، حتى إذا انمحى من الآدميين أثره يكون له عند الله سبحانه وتعالى زلفى وحسن مآب.